السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين والمتابعين لبرنامج طريق التحدي. اهلا بيكم وبرحب بكابتن خلود عصام. ازيك يا كابتن خلود؟ ازيك يا كابتن طارق؟ النهارده هنتكلم عن لعبه السومو. طبعا لعبه السومو مش واخده حقها تماما في مصر، ومعانا كابتن احمد خليفه. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بيك يا خلود. معانا النهارده كابتن احمد خليفه مدرب منتخب مصر للسومو العالمي، صاحب البطولات العالميه، وكان لي الشرف ان اكون معاه في بدايه تدريبي في بطولات الشركات، وكان وقتها يوجد لدينا اعظم لعيبه في مصر، مثال كابتن هشام مصباح، كابتن الهجراسي وغيرهم، عشان ما ينساش حد برضو. وكان معانا طبعا في الوقت ده لعيبه من كبار الكبار في القوه يعني موجوده لديهم، قوه الضخامه وقوه البطولات. اهلا بيك كابتن احمد. اهلا بيك كابتن. عايزين بقى يا كابتن النهارده نعرف ايه هي السومو. طبعا في البدايه انا بشكركم على الاستضافه ونتكلم عن السومو كده. السومو موجوده في مصر من سنه 91 مع انطلاق اول بطوله عالم للسومو، اتلعبت في اليابان. من اول بطوله عالم مصر حققت مركز ثالث في سنه 91 في اليابان. توليت مسؤوليه المنتخب انا من سنه 2005 لحد دلوقتي تقريبا. على مدار السنين دي كلها كل مشاركه لينا في بطولات العالم بنحقق ميداليات الحمد لله رب العالمين على مستوى المنافسه في بطوله العالم. نعرفكم كده عن السومو ونديكم بريف كده عنها. هي رياضه السومو رياضه يابانيه بتتلعب ما بين اتنين على دوهيو، الحلبه بتاعه السومو. احنا عندنا طريقتين للعب السومو، يا اما بنلعب على حلبه تراب دي بتبقى زي اليابان، يا اما بنلعب على ميت دوهيو على بساط الجودو بنحط عليه رسمه للحلبة بتاع السومو. طيب احنا يعني هي كانت عباده عندهم كبدايه السومو عندهم. هو الموضوع في السومو الاول كان موضوع عندهم موروث وحاجه قديمه جدا في اليابان، كانت بتتلعب قدام الامبراطور ما بين اتنين بيلعبوا مع بعض. قانون السومو بمنتهى السهوله يعني كده نقوله، هما اتنين بيلعبوا في دايره، الدايره دي قطرها 4 متر 55، اللي بيخرج التاني بره الدايره او لو في اي حاجه جوه الدايره لمست الارض بتاعت الدايره غير قدم الرجل، يعني لو سند بايده لو ظهره او بركبته او باي حاجه لمست الارض بيعتبر اللاعب خسران. السومو فيها حاجه تميزها عن اي رياضه ان هي ما فيهاش سكور، يا كسبان يا خسران، ما فيش حاجه في النص، ما فيهاش جزاءات، الجزاءات بتاعتها بتترجم بطرد فوز للاعيب الاخر. اطول ماتش سومو ممكن يتلعب زمن مباراه السومو 3 دقائق، بس اطول ماتش يعني بيتلعب كده بياخد حوالي نص دقيقه يعني. طيب بالنسبه للجودو والسومو، يعني عايزين نعرف برضو ايه الفرق بين اللعبتين، خصوصا الجودو طبعا بدله وحزمه وكده، بالنسبه للسومو مش بيبقى فيه بدله، يعني عايزين نعرف برضو ايه الفرق بينهم. خلينا نتفق ان هما طريقتين للمصارعه، يعني الجودو هنسميها المصارعه اليابانيه. الجودو فيه يعني قبل غالبا ما لعيبه السومو بيبقوا لعبوا جودو يعني. طب الجودو فيه فن رمي بالايد وبالوسط وبالرجل، وفيه خنق وفيه كسر وفيه تثبيت، فنونه كتيره شويه. لكن السومو حاجه يعني اسهل شويه من الجودو كلعبه. بس خلينا نتفق ان طبعا هما الاثنين بيجمعوا من هما العاب يابانيه. احنا اتحادنا في مصر هنا اسمه الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو. اتحاد مصر بيديروا 3 العاب. طيب احنا فين في مصر في السومو؟ احنا مكاننا فين؟ احنا من اقوى 5 دول في العالم بتلعب سومو. احنا ترتيبنا الثالث في اخر بطوله عالم لعبناها في السومو بعد اليابان وروسيا. مصر بتيجي في الترتيب الثالث. في تطور في اللعبه هنا في مصر. اقول لك على حاجه، هو فعلا احنا الفتره اللي فاتت دي كلها خدنا الليد في الاتحاد المصري برئاسه الباشمهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري. هو مسك نائب رئيس الاتحاد الدولي سنه 2017، وبعد ما خدنا المنصب ده ابتدينا ومسك نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي، ابتدينا ننتشر في افريقيا شويه، عملنا شغل كويس قوي في افريقيا. توليت انا مسؤوليه الاتحاد الافريقي للسومو، المسؤوليه الفنيه، مدير فني الاتحاد الافريقي للسومو. رحنا عملنا شويه كورسات في كونغو، عملنا كورس في الكاميرون لتطوير الاداء في افريقيا. طيب احنا كمصريين فين في السومو بقى؟ يعني احنا لعبه من الالعاب اللي بنقول عليها شهيده، بس الحمد لله رب العالمين الاعلام دلوقتي وانتوا واخدين السبق ده ابتديتوا تعرفوا الناس على اللعبه زي دي. في توجه دلوقتي في الوزاره، وزاره الشباب والرياضه
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه متابعنا بشكل يعني دوري، وفي اتجاه ان اللعبه خدت انتشار يعني احسن من الاول بكتير جدا. طيب احنا بنعمل ايه عشان نوصل ان احنا نبقى كويسين في السومو؟ احنا عاملين في الاتحاد خطه انتشار كويسه قوي على مستوى كل المحافظات، ان احنا بنعمل مراكز تدريب كتيره جدا. جميل، يعني في تطور في اللعبه. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي الفتره الجايه بندور على سبونسر على اساس ان احنا نبتدي ان يبقى في جنب الدعم الحكومي اللي الوزاره بتديه لنا، يبقى في دعم ان شاء الله باذن الله نقدر نكبر ونبقى احسن احسن واحسن. طيب بالنسبه للعلاقه اللي بتربطنا بين اليمنيين، احنا طبعا عارفين اللي في علاقه يعني في اللعبه بشكل خاص، يعني ايه العلاقه اللي بيننا؟ يعني عايز اقول لك يا كابتن طارق سؤال مهم جدا. يعني اللعبه دي كالتشر وثقافه وعادات، لعبه يابانيه. احنا مدرستنا في التدريب في السومو بنجمع ما بين التدريب الاوروبي اللي هي القوه، مدرسه القوه مدرسه روسيا، ومدرسه الفن اللي هي اليابان. احنا عاملين ميكس كده في التدريب ما بين المجموعتين. يعني علاقتنا كويسه جدا بالجانب الياباني. كان اخر سنه كان عندنا بطوله العالم 2019 كانت في اليابان، بعتنا الاتحاد الدولي قبليها، الناس مشكورين عملوا لنا بالتعاون مع الاتحاد الياباني. الاتحاد الدولي السومو مقره في اليابان، الاتحاد الياباني ادانا معسكر اسبوعين هناك في طوكيو قبل بطوله العالم. الاسبوعين دول فرقوا معانا جدا كتمرين في وسط اليابانيين. طيب احنا فين من اليابان؟ لا احنا قريبين منهم قوي، مستوانا كويس جدا وقريب منهم، وفنيا الحمد لله رب العالمين قريبين منهم وبننافسهم في اوزان كتيره، وساعات بنكسب ماتشات من اليابانيين. طب دي العلاقه اللي بينا. في حاجه بقى مهمه جدا بالنسبه اللي احنا سمعنا اليابانيين بيحبوك جدا، عاوزين نعرف ايه السبب في الموضوع ده؟ والله السبب كان، وعلى فكره بعد كلامك طبعا، صعب قوي اليابانيين يحبوا حد يعني الناس يعني مننا. يعني الموضوع بقى فيه صعوبه شويه. طبعا موضوع الحب ده احنا سمعناه كتير قوي، يعني عاوزين نعرف العلاقه بالظبط ايه. هي العلاقه ان احنا دايما الجانب الياباني بيبقى شريك معانا في كل حاجه. احنا لما بنعمل الايفنتات بتاعتنا هنا في مصر بيتم دعوه السفير الياباني، في احترام متبادل وثقه متبادله بيننا وبين بعض. هما بيقدموا لنا كل الدعم، اي دعم احنا بنعوزه الصراحه، الناس بيبقوا سبورت معانا. عايز اقول لك ان كان في فكر ان احنا نبتدي نعمل تواصل كويس قوي، بحيث ان يبقى في بعثات تدريبيه مشتركه ما بيننا وبين اليابان. هي بس فتره الجائحه بتاع كورونا بس عملت هولد على المواضيع شويه. الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله في تعاون قوي جدا، وهو التعاون مستمر، وهم الجانب الياباني دايما بيقدر حته ان المصريين يعني في تعاون ما بيننا وما بينهم دايما. عايز اقول لك ان احنا الفتره الجايه بنحاول نفكر ان احنا نبتدي بقى ننشط الدنيا في موضوع ممارسه البنات للسومو. حلو جدا. بس في بقى يا كابتن حاجه يعني دايما بيبعتوا يسالوا فيها، ازاي اكون لاعب سومو محترف وكمان احافظ على الصحه بتاعتي؟ يعني ما يجيلهمش مثلا امراض قلب او سمنه مفرطه، الحاجات دي كلها هم قلقانين منها. يعني ازاي يكون بطل وفي نفس الوقت احافظ على الصحه؟ خلينا نتفق على حاجه بس، احنا الانطباعات اللي بتاخد على لعبه السومو ان هي بتاعت الناس التخان قوي والكلام ده كله، بيزودوا دهون في الاكل. احنا خلينا بس نتفق ان السومو بيتمارس على شقين، محترفين وهواة. المحترفين دول بتبقى في اليابان بس، وبيبقى الوزن واحد بس السومو، يعني اوبن ويت. فعلى مستوى الهواة احنا بنلعب على كذا، عندنا خمس اوزان، وزن 85 كيلو، وزن 100 كيلو، وزن 115، وزن زائد 115، الوزن المفتوح. يعني تحت 85 مش هينفع يدخل اللعبه؟ لا، تحت 85 بيلعب في الهواة طبعا. وعندنا ابطال عالم في الوزن ده طبعا، عندنا بطلنا عبد الرحمن الصيفي، ده ثالث عالم في بطوله العالم للكبار الاخيره، والبطوله اللي قبلها كان جايب ثالث عالم برده 2018. دايما احنا في الرانك في الوزن الخفيف ده الحمد لله رب العالمين موجودين فيه دايما في الصداره. يعني عايز اقول لك ان ازاي انا احافظ على صحتي وانا بلعب، وطريقه اكل لعيب السومو ان احنا متعودين ان هو بياكل اكل بروتين جامد جدا، ودهون عاليه والكلام ده كله. عايز اقول لك ان تمرين السومو تمرين قوي جدا، المفروض ان المتدرب اللي بيلعب سومو بيلعب حوالي 6 ساعات او 8 ساعات تدريب.
فهو الاكل اللي بياكله ده كله بيتحرق في التمرين، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان طبيعه لعبه السومو هي قايمه على القوه البدنيه. لسه هسالك السؤال ده، هي تعتمد على القوه البدنيه ولا تعتمد على ايه بالظبط؟ هي اللعبه بتعتمد طبعا بال ولا فكر؟ لا، هي قوه بدنيه وعايزه فكر طبعا وعايزه تركيز، لان الغلطه في السومو ما بتتعوضش. اللعبه ما فيش ما بين المكسب والخساره حاجه، فانت محتاج تبقى مركز جدا ومفوكس جدا انت بتلعب ازاي وعايز تعمل ايه. يمكن انا وانا بتكلم معاك يا طارق دلوقتي بفتكر ماتش كنا بنلعبه في فاينل بطوله عالم مع لعيب ياباني. اللعيب الياباني ده ما كانش ما خسرش قبل كده، اللعيب المصري قدر يكسبه لانه بس شغل دماغه والكلام اللي قلناه، خطه اللعب اللي قلناها عملها. فهي سهل جدا في السومو ان انت تكسب، بس انت محتاج تبقى مركز جامد جدا ويبقى عندك قوه وعندك اتزان نفسي قوي جدا عشان تقدر تكسب. تمام، يعني مفيش اي فيها قلق خالص بالنسبه لاي حد عايز يدخل في اللعبه؟ لا خالص، علشان برضو مشاهدينا يكونوا عارفين ان اي حد عايز يدخل لعبه السومو، لعبه السومو قويه جدا وما تخافوش من حاجه، مفيش فيها امراض ولا قلب ولا سمنه مفرطه، لان بيكون كل حاجه ليها نظام زي ما كابتن احمد قال. طب احنا عاوزين نطور اللعبه، يعني عاوزين نخلي برضو الناس كلها تبتدي تلجا للعبه دي، لان على فكره في ناس كتير ما تعرفهاش بالمناسبه. يعني خلينا نتفق على حاجه، يعني احنا يمكن الحاجه اللي بنتكلم فيها دايما اللي هو الاعلام الرياضي. احنا مظلومين تقريبا في السومو من حوالي 15 سنه حرفيا. صحيح، لان احنا بتيجي توقيت بطوله العالم بتاعه السومو في نفس توقيت بطوله افريقيا بتاعه الكوره مثلا، فبيبقى التركيز الاهتمام على بطوله افريقيا، اللي بيبقى تركيز على افريقيا بتاعه الكوره، وما بقاش فيه تركيز على بنجيب مثلا بطوله العالم، تلاقي سطر كده كتب في جورنان ان مصر جاب بطوله العالم في السومو، ما فيش تركيز شويه. الفتره اللي فاتت دي اللي يعني، واحنا نقول طبعا بنشكركم مره ثانيه، في تركيز من الاعلام على اللعبه، المفروض الموضوع ابتدى يتعرف كويس قوي. عاملين شغل في المحافظات، دايما لعيبه السومو معظمهم من محافظات الصعيد ومن محافظات وجه قبل بحري برضو. عندنا مجموعه كبيره جدا من الابطال في الغربيه، عندنا رامي بلال ده بطل عالم من طنطا، عندنا عبد الرحمن الصيفي، عندنا حسام فتحي عمر بطل العالم من المنصوره، سيد جبر من المنوفيه. معظم اللعيبه موجودين في الاقاليم بيتمرنوا، عندهم فرق بتشترك. يمكن بطوله الجمهوريه السنه دي احنا مأجلينها شويه بس بعد الجائحه بتاع الكورونا. الفكر اللي ماشي بيه الاتحاد برئاسه الباشمهندس مطيع فخر الدين ان احنا يبقى في تطوير للعبه، في انتشار اكبر. يمكن اللي هيساعدنا ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا بندور على سبونسر عشان يشد معانا الموضوع شويه، بحيث ان احنا نبتدي ننتشر احسن من الاول. بس انا شايف يا كوتش برضو موضوع مراكز الشباب، مراكز الشباب انا شايف برضو مفيش مدربين سومو كتير يعني. بص خلينا نتفق على حاجه، هل ده قله مدربين في اللعبه؟ لا، احنا دايما بنشتغل على الجانب التعليمي وان احنا نطلع مدربين وحكام، بنعمل كورسات كتير قوي للمدربين والحكام. خلينا نتفق على حاجه، ان اللعبه سهله جدا وبسيطه، امكانياتها بسيطه. احنا بنلبس الحزام بتاع السومو، ما هوش مكلف، المكان اللي بتلعب فيه السومو سهل قوي. يمكن انا طارق فتره من الفترات كده فكرنا قلنا عايزين نعمل بطوله زي اليابان، رحنا عايز اقول لك في بلد قريه اسمها ميت فارس في المنوفيه، عملنا دهيو يماثل الدهيو اللي في بطوله العالم، رمله كده طاميه جبناها وعملنا دايره بتاعت السومو. وعايز اقول لك واحنا بعد ما خلصنا البطوله المكان ده استمر ان هو بيطلع لنا ابطال لمده سنتين ثلاثه كده. الناس اللعبه بوبيلر قوي وسهله جدا ممارستها. يمكن الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله عاملين خطه كده ان شاء الله هننزل وجه بحري لفتره كبيره يعني، ونبتدي نشتغل على كده باذن الله. تمام يا كابتن. طب بالنسبه للملح اللي بترش على الدهيو قبل البطوله، ده فعلا يعني عندنا هنا في مصر ولا هي عادات وتقاليد هناك في الصين؟ بصي، هو يعني انا بحييك على السؤال الذكي ده جدا. هي السومو عند اليابان موروث وعقيده وحاجات كتير كده، كالتشر عندهم بالظبط. فهم عندهم الطقوس اللي هي اللي احنا مشهور قوي لما اتفرج على في التلفزيون على الماتشات المحترفين، بنلاقي اللعيب بتاع السومو خد ملح كده ورماه قبل على الضهر. دي طقوس طهاره اليدين، او هو بيعتقد ان هم بيطردوا الارواح الشريره كطاقه سلبيه، يعني بيشيلوا طاقه سلبيه من المكان. وعايز اقول لك برضو وهي ليها معنى تاني، ان انا ايديا انا يعني انا بلعب معاك النزال او بلعب معاك المباراه من غير ما يبقى ايدي فيها حاجه، يعني هي اللي هو الملح كمان من التطهير يعني. برميه من ايدي يبقى انا ايديا فاضيه
وبلعب ببتدي ماتش معاك فري يعني. ده يودينا برضو الحته اللي هم عندهم عادات وتقاليد تخص كده قبل الماتش ما بيلعبوا بيعملوا برضو بياكلوا حاجه كده، انت بقى تحكي لنا يا كوتش، انا مش هتكلم عليه. لا انا عايز اقول لك ان لعيب السومو المفروض ان هو قبل الماتش بيبقى مركز جدا، بيبقى المفروض ان الاكل بيبقى بعد الماتش بساعتين يعني. عايز اقول لك ان طيب لعيب السومو ايه اللي المفروض بنعمله معاه قبل الماتش بتاع السومو على طول؟ ان هو يبقى مركز وفاصل خالص وما يفكرش تفكيرين، يعني لازم يفكر في حاجه واحده بس. يفكر في الهدف بتاعه في الماتش اللي بيلعبه، لان الغلطه بتاعت السومو ما بتتعوضش. الخساره او الغلطه اللي في الماتش التكنيك اللي بتغلط فيه مش هتنفع تعوضه تاني. لان الماتش يا كسبان يا خسران، ما فيهوش حاجه في النص. بكل يعني مده معينه للماتش، زمن الماتش 3 دقائق زي ما قلنا، بس هو اطول ماتش يسوم وتلعب يعني بياخد حوالي 30 ثانيه 40 ثانيه، وقت قليل جدا. عايز اقول لك يا خلود ان ماتشات المحترفين بيبقى فيها يعني الاحتراف في اول ثانيه. اول ثانيه من هي صعوبه الماتش بتاع السوم في الستارت الاولاني. لما اللعيب بيبتدي يخش اللي هو الستارت الاولاني مع الاثنين المتنافسين بيبقى صعب جدا. طيب احنا في السومو بتتحكم بست حكام عشان نضمن ان النتيجه مظبوطه، بيتحكم من حكم في النص وخمس حكام على جناب الحلبه بتاعت السومو. المفارقه بقى اللي علاقته غريبه ان الحكم بتاع السومو اللي بيقف في وسط الماتش لازم وزنه ما يزيدش عن 70 كيلو. طب ليه؟ عشان ما يقعش. هي الدايره صغيره جدا. دايره قطرها 4 متر 55 وبيبقى فيها اثنين بيلعبوا، فالتالت ده اللي هيبقى واقف معاهم جوه الدايره لازم بيبقى ميزانه قليل عشان يعرف يبقى فيه سهوله حركه. يبقى خفيف. كابتن احمد الحلقه خلصت انتهت، فللاسف ان شاء الله يعني بصراحه يعني كانت جميله. احنا استمتعنا بوجودك النهارده. شكرا شكرا يا طارق. شكرا كابتن احمد. شكرا متشكرين جدا. الى اللقاء الجمعه القادمه، يوم الجمعه ان شاء الله.